Father, Son, and Holy Spirit, one God. Amen. Today the church celebrates the martyrdom of Saint Anastasia, one of the early church martyrs. And always we read the Gospel of the 10 virgins during this time, any commemoration of a martyr lady. We read Matthew 25, which is the 10 virgins. The Bible describes five of them wise and five of them foolish. What makes a person wise? What makes a person foolish? If you continue reading, you will see the wise virgins, they brought their vessels full of oil along with their lamps. The ignorant, the foolish, they brought only their lamps without oil. So God grant us age, life to live on earth. This life, what we do with it? Our mission is to collect oil. And oil, in many of the Father's commentary, it is the good deeds or the deeds done by the Holy Spirit. I'll just speak the two languages. النهاردة وإحنا بنحتفل بقديسة أناستاسيا بنقرأ إنجيل العذارى كتاب يقول لنا خمسة حكيمات وخمسة جاهلات والحقيقة أما كنت بقرأ في الجزء ده لاحظت ملاحظة إن بيقول خمسة جاهلات وخمسة حكيمات قال عن الجاهلات إن أخذوا المصابيح ولم يأخذن معهن زيتا لكن الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن يعني أقدر أفهم من كده إن الجهلة معاها مصباح بس والحكيمة معاها مصباح وإناء والإناء فيه زيت أنا هشبه المصباح ده بعطيت ربنا ليا God gave us this lamp which is the baptism and the Holy Spirit to dwell in us we have nothing in this يعني we did nothing on this يعني we are born, we got baptized, we chrismated, we carry the Holy Cross. But what we do with the Holy Cross, with the Holy Spirit here? الحكيمات كان عندهم أواني لم تكن للجاهلات. فالسؤال بتاعي النهاردة, do you have a vessel full of oil or you don't? What do you have in your vessel? إناءك مليان زيت؟ ولا إنك فاضي؟ ده السؤال اللي أنا بسأله لنفسي النهاردة ولا أنت ما جبتش الإناء من أساسه فكر إن اللمبة بتاعتك دي سولار إنرجي وحتى إنها شغالة كده على طول من غير أي إنرجي ده السؤال أنا بسأله لنفسي أنا لو كل يوم يا أحبائي عملت حاجة كده صغيرة هكون نقطت نقطة زيت في هذا الإناء نقطة زيت فيبقى مصباحك على طول منير منير بعمل الروح القدس اللي انت شريك فيه انك بتسمح لروح ربنا ان هو يستعملك دي قمة الحكمة ربنا ادانا عارف زي ايه عارف لو انت رحت اشتريت the most sophisticated computer وبعدين قررت انك ما تحطش الفيشة في الكهرباء هتعمل بيه ايه ها حتى الديكور حطها فوقيه وخلاص اهو احنا كده بناخد المعمودية بناخد النيو بورن وبناخد الروح القدس في سر الميرون وبعد كده نطلع نضيع في وسط العالم لا احنا مطلوب مننا النهاردة ان احنا نشوف فين الاواني بتاعتنا انا اعتقد ممكن اتأمل وقول ان اناءك هو قلبك اناءك ده هو ايه قلبك وقلبك مليان بالخير ومليان بالحب كل ما قلبك تتوسعه شوية وتخلي ربنا هو المتحكم فيه تلاقي قلبك بقى مليان بالحب ومليان بالزيت كلمة أخيرة أقف قدامها في الإصحاح ده يقول أغلق الباب أغلق الباب العشرة مدعيين ولكن لما جه العريس أغلق الباب لو أنا ربطت المثل ده بمثل وكيل الظلم نلاقي إن دول تحاولوا يروحوا يجيبوا زيت ويرجعوا فرجعوا لقوا الباب مقفول وكيل الظلم قال أنا لو سبت الوكالة
ما أقدرش أشتغل ومش هقدر أشحت، يعني ما أقدرش أحسن النتيجة بمعنى أصح. يعني عارفين ميك أوفر بتاعة السكول، you can make over to upgrade your grades. In heaven there is no make over, either to make it or to lose it. That's why we need to make it now by behaving. فالباب لما أغلق وهم راحوا ورجعوا، الحاجة العجيبة جدا اللي أقف قدامها بستغرب جدا، طول أنا الله طول ما أنا عايش يقول علي عزراء ويقول علي أني مدعو ويقول علي أني لي نصيب ويقول علي أن أنا منتظر العريس، لكن أول ما هو يدخل إلى العرس يحصل إيه؟ ده مش بس يغلق الباب، يقول الحق أقول لكن إني لا أعرف كنا. إيه ده؟ هو ربنا بها كده؟ آه ربنا كده، لأن ربنا رحيم وعادل. ربنا إيه؟ God is merciful but he is just. His mercy as long as we live on earth, but he is just after we depart earth. طيب أغلق الباب في حياتي بتحصل إمتى؟ في مرتين أو في two events. يا إما أن أنا ربنا يقول لي تعالى يبقى الباب اتقفل كده خلاص، يا إما أن هو يجي. وكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان احنا اللي ايه، احنا اللي بندعى. فياريت ان احنا قبل ما يقول لي تعالى اقول له ان انا إنائي مليان بالايه، بالزيت. ربنا يدينا نعمة ان احنا في بداية سنة جديدة، زي ما قلنا ان سنة 2017 هي سنة التسبيح، عايزين نحط هدف تاني جنبها، نعمل اعمال ايه حسنة، لأنه بيقول كده يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. اعمل خير، do good, do good. طب what kind of good to do? Forgive, love, show mercy, share, show care for others. خليك ابن ربنا. أريح حاجة كده عشان ده موضوع كبير. What does it mean to do good? Be Jesus like. Ask yourself in any situation, if Jesus is in my situation now, what is going to do? كان هيتقمص من الكلمة اللي قالتها دي، ولا كان هيبوز في وش دي، ولا كان مش هيسلم على دي، ولا كان هيعمل ايه بالزبط؟ لو عملت كده هتنقط زيت. ربنا يحفظ عليك كل هالمجد.